إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض التهاب الأمعاء القريضة التقرحي. أعراض التهاب الأمعاء القريضة التقرحي يمكن أن تشمل آلام أو تشنجات في البطن، إسهال دموي أو شعور متكرر بالحاجة إلى التغوط، أو نزف في فتحة الشرج. وقد يعاني بعض المصابين بالتهاب الأمعاء القريضة التقرحي أيضا من الحمى، فقد وأيضا يعاني من فقد في الشهية وفقد في الوزن. وبعض الحالات يعني الأكثر مثل حالات ارتفاع درجة الحرارة، حرارة الجسم، وأيضا حدة وخطورة في انتفاخ في البطن. قد يعاني بعض المرضى أيضا من إسهال حاد يتراوح بين 10 مرات إلى 20 مرة في اليوم. وقد يؤدي التهاب الأمعاء التقرحي إلى ظهور عدة مشاكل صحية أخرى مثل ألام المفاصل ومشاكل في العينين وأمراض في الكبد. ولكن هذه الأعراض مميزة جدا للمرضى المصابين بداء مثلا بمرض اسمه مرض كارون أو الكارون. والتهاب طبعا هو التهاب مزمن في الأمعاء لدى غالبية المرضى. تظهر هذه الأعراض ثم تختفي طبعا تلقائيا. وبعض المرضى قد يعني يعانون من هذا المرض تقريبا يعيشون سنوات عديدة دون أن تظهر لديهم أي أعراض، مع أنهم مكتسبين المرض. ويعود هذا المرض إلى أمراض طبعا قديمة، نحو تقريبا مكتشف تقريبا قبل 10 سنين إلى 12 سنة. وأيضا قد يصابون من 5 إلى 10 أشخاص من بين كل 100 مريض بالتهاب الأمعاء التقرحي. وطبعا يعانون من الأعراض بشكل دائم. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.